خلال كابتن ياسر الشنواني اللي متواجد في لندن، واكيد كان حاضر هذه الاحتفاليه والكواليس الخاصه بقى بوجود مؤمن زكريا في هذه المباراه وهذه الاحتفاليه. كابتن ياسر تحياتي ليك. اهلا وسهلا كابتن فاروق، بمسي عليك وعلى كل الكباتن الكبار. الله يخليك ياسر، ازيك؟ الله يخليك يا كابتن. طيب كابتن، قول لي يمكن فضل. فرحه كبيره جدا للاعيبي ليفربول وفي غرفه الملابس شايفين الفيديو بيتعرض قدامنا، وجود نجم كبير مؤمن زكريا واحتفالته مع اللعيبه الكبار والنجوم الكبار على مستوى العالم. يعني برضو الكواليس اكيد موجوده عندك كابتن ياسر. والله كابتن فاروق، ان انا كنت معاهم من النهارده الصبح قبل ما اروح المباراه، وامبارح واول امبارح برضو، فانا كان نفسي والله يعني ان ليفربول يكسب بسبب مؤمن. يعني فعلا يعني الحمد لله ان ربنا يعني اراد ان يحصل كده. وحتى لما ساديو ماني ضيع البنالتي كان كل الناس متوقعه خلاص ان تشيلسي هياخد البطوله، لكن كون ان يحصل كده ده ربنا قدر كده عشان يحصل جبر خاطر من صلاح لمؤمن، ودي فعلا يعني حاجه ما كانش حد متوقع ان يحصل كده. كانت مترتبه كابتن ياسر، كانت مترتبه؟ هل يعني كان ترتيب ان وجود مؤمن هي كان مترتبه، لكن ما كان مش حد يعرف ان ليفربول هيكسب. يعني ما حدش يعرف ان ليفربول، لان قدر الله لو ما كانش ليفربول كسب البطوله. طبعا احنا عارفين ان ليفربول يعني مركز ان هو يحصل على اربع بطولات، يعني حصل على كاس الرابطه وادي الاف اي كاب، ومستني البريمير ليج، ومستني تشامبيونز ليج في اخر الشهر ضد ريال مدريد. لكن ما كانش حد متوقع ان هو مش مليون المية ان هو هيكسب. لكن كون ان يحصل كده ده يعني تدبير من تدابير ربنا عشان يفرح مؤمن. يعني احنا بنشوف الفيديو بنشوف مؤمن فرحان ازاي، مبسوط ازاي، وهو يعني انا يعني الواحد بيقول ان كل واحد ليه نصيب من اسمه. صحيح. فمؤمن ليه نصيب من اسمه فعلا، يعني صحيح. مؤمن حتى برغم الظروف اللي هو فيها، لكن على طول بيهزر وبيضحك. الدعوه كانت من محمد نفسه كابتن، دعوه مؤمن. طبعا. يعني عندك معلومه الفكره جت لصلاح ازاي؟ يعني هل وجود مؤمن برضه في لندن خليت والله هو صلاح هو اللي فكر؟ هو كان مؤمن كان عنده ميعاد، يعني محدد ميعاد مع الدكتور ان هو يجي يشوفه هنا، وعشان يطلعوا اخر الريبورت التقرير الاخير بالنسبه للحاله بتاعته. وطبعا يعني الحمد لله ان يحصل النهائي، يكون نهائي اف اي كاب، وطبعا النهائي لازم الاف اي كاب دايما في استاد ويمبلي. فكون انها تترتب انها تكون في لندن، يعني ممكن كان لو كان نهائي مثلا او اي مباراه مهمه في ليفربول، كان هيبقى صعب المؤمن ان هو يسافر من لندن ليفربول حوالي اربع ساعات. فدي كلها يعني زي ما نقول من تدابير ربنا ان يحصل، ان يطلع الشكل ده في الاخر، ان يفرح مؤمن يبقى سعيد. يعني شايفين مؤمن يعني الابتسامه اللي على وشه عامله ازاي، فدي بحد ذاتها حاجه كويسه تديله دفعه ان شاء الله باذن الله. كنت موجود في الاستاد يا كابتن؟ كنت موجود في الاستاد؟ لا والله كان عندي شغل، بس كنت معاهم الصبح لغايه ما راحوا. كلمت مؤمن قبل وما بعد اللقاء؟ يعني كلمت مؤمن وهو راح الاستاد؟ كلمته كل يوم، او احنا كنا مع بعض النهارده الصبح وامبارح اول امبارح بنتقابل كل يوم. شنواني كان منزل كنت منزل له انت صور جميله، انا شفتها على الصفحه بتاعتك، بشكرك برضو ليها، صور حلوه قوي استقبلته. يعني بتستقبل اي حد ربنا مصري؟ ربنا يكرمك. كل النجوم يعني كابتن ياسر جميل طبعا. ربنا يكرمك كابتن سمير يا رب، وبمسي عليك. طيب. وعلى الكابتن ابو الدهى وعلى الكابتن رضا عبد العال طبعا، وعلى كل الكباتن. لسه فاكر كابتن ياسر؟ طب ما بعد اللقاء بقى والفرحه دي، هل كلمته وقلت له احنا شايفينك كلنا يعني وشفناك كلنا؟ ما اعرفش تقابلته لسه طبعا. يعني هو مؤمن عارف ان كل الناس شافته، مش كفايه مصر بس اللي شافته، كل العالم شافه دلوقتي، حتى الاعلام الانجليزي كله بيتكلم عن مؤمن. فان شاء الله باذن الله يعني دي تديله دفعه ايجابيه كبيره جدا ان شاء الله من ناحيه نفسيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يسهله ان شاء الله باذن الله ويرجع لنا. بعد التقرير انت مع الدكتوره كابتن عندك علم لمؤمن؟ ان هو لسه هو خلاص ان شاء الله باذن الله مؤمن رجع بكره ان شاء الله مصر. وبعد كده التقرير هيطلع وان شاء الله هيتبعت له، وان شاء الله باذن الله يكون خير يا رب. ان شاء الله يا رب يكون خير ان شاء الله. شكرا كابتن ياسر، اشكرك يعني وجودك دايما معانا، توضيح الفرحه الحلوه المؤمن، الفرحه الحلوه لاعبي ليفربول وصلاح طبعا النجم الكبير اللي اكيد كان عنده اصرار في ظل وجود مؤمن في لندن وهذه